إمبراطورية الروم البيزنطية. وخاضت الإمبراطورية في هذه الحقبة صراعات مع النورمان والبلغار والصرب، إضافة إلى بعض الثورات. في سنة 583 للهجرة انتصر السلطان صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة حطين واسترد بيت المقدس، فدعت روما لحملة صليبية ثالثة اشترك فيها كل من ملك فرنسا فيليب أغسطس وملك بريطانيا ريتشارد قلب الأسد وملك ألمانيا فريدريك بربروسا، فسلك البريطانيون والفرنسيون طريق البحر واحتل ريتشارد جزيرة قبرص، فيما سلك الألمان طريق البر. وتشاء المصادفة أن يقع فريدريك عن جواده ويموت غرقا في نهر صغير، ويختلف القادة في المتابعة من عدمها، فينقض السلاجقة بقيادة قلج أرسلان الثاني على الألمان ويخطون على معظم جيشهم. في تلك الأثناء هاجم أليكسيوس الثالث أخاه الإمبراطور إسحاق وسمل عينيه وسجنه ونصب نفسه إمبراطورا على بيزنطة. لجأ الأمير أليكسيوس ابن الإمبراطور إسحاق أنجيلوس إلى زوج أخته فيليب ملك ألمانيا وطلب منه ومن الحملات الصليبية مساعدته في استعادة العرش. وفي سنة 600 للهجرة جاءت الحملة الصليبية الرابعة، لكنها بدلا من أن تتجه إلى مصر هاجمت القسطنطينية، ففر أليكسيوس الثالث ونصب أليكسيوس الرابع، لكنه لم يفي بالتزاماته المالية للصليبيين فأقالوه وعينوا مكانه الكونت الصليبي بلدوين. أدى ذلك لتفتيت الإمبراطورية البيزنطية، وظهرت إمارات كمراكز الثقل ومقاومة، إمارة فينيقيا بزعامة ثيودور الأول لاسكاريس، وأخرى في أبيرس بزعامة يوحنا أنجيلوس. وفي سنة 657 للهجرة انتقل الحكم إلى أسرة باليو لوجوس، وتولى ميخائيل السابع الحكم، وبدأ عهده بانتصار كبير على القوى المتحالفة ضده، ثم استطاع استعادة القسطنطينية سنة 659 للهجرة. وفر منها الملك الصليبي بلدون الثاني، وشرع ميخائيل في محاولة إعادة تجديد العاصمة وإعادة تفعيل دور بيزنطة السياسي والاقتصادي والعسكري.